اللي صار معه كان واقف على باب الدار بده يطلع برا يشوف شو في، كان في قوات خاصة ما بنعرف فيه من فات قوات خاصة على المخيم. ابني كان فاتت خطيبته على الدار بس واقف على باب الدار لسه ما قرت الشارع على عتبة الباب مباشرة. في كانوا حكوا عنهم مستعربين او لهم قوات خاصة، كان فوق دار جيراننا مثل الحارة تحتها. انا قدام عيني ابني انطخ، اطلع عليه من الشباك بلبس في البوت، لو بيحكي ما انا استشهدت. برفع في ايده زي هيك تصوب في اصبع ايده، بطلع عليه على الارض اللي هو ابني صار في الارض. جريته جوا من الشارع فتحت السترة على صدره اللي هم تصوب 4 رصاصات. صار معاه نزيف، اتصلت على الشباب اللي بالشارع اتورطت، يعني تواصلت معاهم لما اجوا اخذوه واسعفوا لي اياه. كان نزيف حاد عنده، كل جسمه كان ينزف، الدم كان يطلع من تمه كمان. اصبعه نطق الشهاده وهو بيحكي اشهد ان لا اله الا الله، الرصاصه اجت في اصبعه مباشره، منعوه يتشعب. كان وضعه كثير خطير، حتى خبط بالارض خبطه جامده، هو خبطه ادت كانها كسر بكتفه كمان. عندي كمان جريح لسه له 20 يوم تقريبا طالع من المستشفى النجاح، اتصاب برضه نفس الحكايه، اتصاب في رجله اليمين وزرع وريد وعنده العظم مفتفت، كسر عنده العظم وزرع بلاتين، لسه ما مشاش عجر الثاني. وكان اسير 5 سنين في سجن الاحتلال. الحمد لله رب العالمين، صابرين صابرين صابرين، يعني هو مش احسن من غيره ولا غيره احسن منه، هذا اشي. ثاني اشي يعني زيه زي اي شاب، يعني كنا معرضين، كنا مشاريع شهادة، كنا سواء ام انا نضلت بحياتي، يعني لما انا جزفت في حياتي وطلته مشروع شهادة، لما انا انقذته مشروع شهادة، لما ابني طلع يعني هو بيشتغل في مستشفى الثاني، مستشفى نابلس التخصصي، صح بيشتغل تنظيف ومش عارف شو، بس بيشتغل زيه زي اي ممرض، زيه زي اي دكتور، بيساعد، بده دم بيعطي، بده اي اشي بيعطي، ما بتباخل على حدا. واخواته نفس الاشي،